بالمناسبة الأخ موسى ده أقسم بالله العظيم إن زوجته كانت بتتفاوض مع أمير الشهر اللي فات، أقسم بالله العظيم، وقلت الأمير أوعى أنا مش بتعامل مع الخطيب، أنا بتعامل مع أمير الأهل المحترم، لا مسلماني ولا الجن اللي مع مسلماني وخزن الباب، آسف ممنوع. طلع يقول لك انا لما جددوا له فرحان قوي، قال لك احنا مسعه 70 مليون، يعني اذا كان مصر كلها الكبار في السن مثلا الواعيين حوالي 50 60 مليون، يعني تاخد 10 كمان من اللي لسه هيتولدوا، عيب بقى الاستفزاز ده، يعني حد يقول له عيب. في مشاعر لجماهير محترمه زي ما مشاعر جماهير الاهلي المحترمه والله فوق دماغنا، وزي ما كل الناس بيقول ليهم قرايبنا واصحابنا وناس محترمه، ولما عملت التكريم لصالح سليم هنا ما عملوش هناك، وجت زينب هانم زوجته اللي انا محاميها، وبيجي ربيع ياسين ومصطفى عبده، وبيجي مصطفى يونس ومجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد، ما كل دول اهلي وناس محترمه وجمهور محترم، لكن ما تطلع دول 70 مليون، يعني انت عديتهم؟ ما شاء الله. بنقول يا جماعة بالراحة على نادي الزمالك، بالراحة على نادي الزمالك، لا تصنعوا الفتنة الرياضية أسوأ من الفتنة الطائفية. وبقول لبعض الأهلاوية اللي بيتريقوا، ما أنت برضو رايح جاي الهم طايلني وطايلك، بس الفرق بينه وبينك إن بيبو الأسطورة مستقر، لا حد نزل ضده الانتخابات ولا حد رفع عليه قضايا ولا حد عمل ضده بلاغات، وده موس حبيبك اللي جددت له وتاني يوم رايح جاي، فبلاش يا جماعه نقعد نتريق على بعض. بعض لله فلوس النادي فيه فلوس كتير، الحمد لله الحمد لله، بعد الخراب تدفقات ماليه عملت فيه. النهارده عندي جلسه مع الاستاذ سيف الوزير عشان نخلص موضوع القناة ونخلص العقد الجديد بتاع الرعاية، واحنا جاي لنا عقد للبث الفضائي، النادي فيه فلوس الحمد لله خير كتير، بس انا مش هضيعها، يعني بدي ثلاث لعيبة 200 مليون جنيه، انا اجيب بيهم ثلاث فرق، ثلاث فرق